مدغشقر يستحضر اسمها صور حيوان الليمور وحبوب الفانيلا وأشجار البوباب المهيبة، ولكن هذا الجمال يخفي وجها آخر من القسوة. فعلى مشارف العاصمة أنتاناناريفو يبحث العاملون في مجال جمع وفرز القمامة عما يمكن أن يوفر لهم أبسط ضروريات الحياة في هذه المدينة التي يعيش 3/4 سكانها على معدل $2 في اليوم. يعمل الرجال والنساء هنا لكسب رزقهم وإعالة أطفالهم، إنها وظيفة قاسية للغاية ويكسبون القليل من المال، إنه ظلم. رابع أكبر جزيرة في العالم تعاني من الفقر المدقع، ويعاني حوالي نصف الأطفال دون سن 5 من سوء التغذية المزمن وفقا لمنظمة الأغذية. يأمل السكان في مدغشقر أن تغير زيارة البابا فرانسيس شيئا ما. المشكلة الأكبر هي الفقر، ومن الصعب العيش في مدغشقر بالفعل، ولدينا أمل فقط في أن الرئيس الجديد سيحقق لنا التنمية، وبقدوم البابا آمل أن يغير شيئا ما هنا في بلدنا. خلال زيارته لمدغشقر سيقوم البابا فرانسيس بجولة ليلتقي بعضا من عمال المحاجر ليكتشف الوجه الآخر للجزيرة المصنفة كواحدة من أندر المواطن للأنظمة الأيكولوجية والحياة البرية على الأرض.